بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور أحمد السلموني، والبرنامج الجميل الرائع أستاذ في الطب. بداية، الحمد لله الذي إن أنعم فنعم فهدى فهذا فضله، والذي إن أبلى فأشقى فعذب فهذا عدله. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها سوى المرضى، وإن أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. بداية، قبل أن نتحدث ونتحاور عن العينين، نرحب بالضيف العزيز الغالي الأستاذ الدكتور أحمد جمعة المهدي، أستاذ طب العيون بجامعة الأزهر، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي. مرحبا بك ضيفي الفاضل العزيز. أهلا بك وبالسادة المشاهدين جميعا، يا رب شرفت بحضرتك. أهلا بك. أحبائي، برنامجنا المتجدد أستاذ في الطب هيتناول النهاردة موضوع شيق وجميل، ألا وهو طب وأمراض العيون. مفيش حد في الدنيا ساب العيون إلا واتكلم عنها، غنت لها أم كلثوم، وغنى لها عبد الحليم، وغنت صباح، وغنت أسمهان، كل الناس غنوا للعيون من أول العيون السود. حتى أستاذ الـ HR الأستاذ إبراهيم الفقي عمل كتيب رائع عن حاجة اسمها لغة العيون، وقال إن حتى النظرة والابتسامة الاتنين بيعبروا عن أشياء جميلة أوي. بعض الناس دلوقتي بتدور على العينين الخضراء والعينين السوداء، والناس تقول لك لا احنا عايزين العينين بقى الزرقاء، والناس تانية تقول لك العينين الرمادي، وفي عندنا ناس بنشوف منها العين الحمراء بس فقط لا غير. الأول هنتكلم على بعض الأمراض المشهورة والمعروفة واللي الناس لازم تاخد بالها منها. انتشر في الآونة الأخيرة حاجة اسمها الليزك والليزر والفيمتو والفيمتو ليزك، وحاجة اسمها ايه؟ فيمتو سمايل. الأول هنسأل الدكتور أحمد سؤال بسيط، يعني ايه ليزر وايه الفرق بين الليزر والليزك يا دكتور احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الليزك طبعا ده حاجه بنصحح بيها النظر باستخدام الليزر. الليزر ده اللي هو الاسم الكبير جدا اللي فيه استخدامات الليزر كلها، من ضمنها جزء صغير جدا اللي هو الليزك. الليزك ده عباره عن تصحيح عيوب الابصار باستخدام تقنيه الليزر، او حاجه اسمها الاكزيمر ليزر، نوع من انواع الليزر اسمه الاكزيمر ليزر. كل فكرته ان انا عندي سطح القرنية ده محدب زيادة او مسطح زيادة مقعر، فبغير في التحدب بتاعه او بغير في التقعر بتاعه شوية علشان استغنى عن النظارة فقط لا غير. يعني الشخص بيلبس النظارة بيشوف بيها كويس، بنعمل فحص للقرنية، القرنية كويسة، فبالتالي نقدر نعمل تصحيح النظر. دي كل الفكرة الاساسية عن الليزر، الليزك. طيب، انواع كتير جدا موجودة وبنسمع حاجات كتير. طب الاختيار ما بينهم ده بيعتمد على ان الشخص يقول انا عايز اعمل مثلا ليزك، عايز اعمل فيمتو ليزك. لا، قبل ما نتكلم على الاختيار بقى ونشوف مين المناسب ليه ومين المش مناسب، ناخد فكره مبسطه عن الليزك التقليدي والفيمتو ليزك والليزك سمايل. تمام. او الفيمتو سمايل هي دي انواع الليزك الاساسيه. دي الانواع الاساسيه. طب الفرق بينها ايه؟ الفرق بينها في التقنيه. تقنية. مش اكتر، تقنيه. الليزك تقريبا بقاله اكتر من 20 سنه بيتم الشغل عليه، بنعمل ليزك بقالنا اكتر من 20 سنه. في ناس بنقول لهم انت ما ينفعلكش ليزك، ده علشان في اشتراطات معينه في القرنيه ما تسمحش ان احنا نعمل ليزك. فبالتالي طبعا الابحاث دايره والابحاث شغاله علشان الناس دول نقدر نعمل لهم ليزك، فبالتالي بلجأ لحاجه تقنيه احدث شويه من الليزك التقليدي. الليزك التقليدي عباره ان انا بستخدم حاجه اسمها مايكرو كيراتوم او القاطع الاوتوماتيكي، ان انا بعمل فلابه في القرنيه رفيعه جدا تقريبا سمكها 100 مايكرون، وبنرفعها من على القرنيه بحيث ان انا اقدر اعمل ليزر على السطح الداخلي، ان انا احدبه زياده او اسطحه زياده بناء على قصر نظر او طول نظر، وبعد كده ارجع الفلابه دي مكانها تاني. التقنيه دي تنفع لكل الناس الا اللي عندهم مشاكل في القرنيه، زي مثلا تحدب زياده شويه، زي نتوءات، زي سطح القرنيه الخريطه التضاريس مش منتظمه. فبالتالي يا اما اقول له انت ما ينفعلكش، يا اما هنعمل تقنيه احدث شويه اللي هي الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك كل فكرته ان انا بدل ما اعمل الفلابه بتاعه القرنيه دي زي ما بيقولوا بالقاطع اللي هو الاوتوماتيكي ده، قاطع اعمى زي ما بيقولوا، ان هو هياخد مسطح معين من القرنيه، فبالتالي لو في نتوءات او في حته منخفضه شويه
ممكن تخلي الفلابه اللي بنرفعها دي سمكها غير منتظم او يحصل فيها ثقب، وده بيخلينا ناجل العمليه. فبالتالي ان انا بلجا للفيمتو على اساس ان انا اعمل الفلابه دي بجهاز الليزر فقط بدون ان انا ما اتدخل خالص باي ايه باي مشارط اوتوماتيكيه ولا حاجه خالص. والفيمتو سمايل بقى؟ الفيمتو سمايل ده بقى تقنيه احدث شويه للناس اللي هو ما ينفعلهمش ان انا اعمل فلابه خالص، ان انا ما اقسمش وحده القرنيه، القرنيه مثلا سمكها اقل من 500، فبالتالي انا مش هقدر ان انا اعمل فيها ليزك تقليدي او الفيمتو ليزك حتى، فبالتالي ان انا هعمل فيمتو سمايل ان انا بستخدم جهاز الفيمتو ليزر فقط بدون الاكزيمر ليزر خلاص، وبعمل بشيل جزء من سطح من داخل القرنيه، الحته اللي انا بشيلها دي عامله زي العدسه بالظبط، يبقى بالتالي الجزء اللي باقي هيساوي النظر. يبقى مثلا لو هو مثلا مقاساته ناقص 2 انا بشيل فيما يساوي ناقص 2، ليها اشتراطات برضو وكل حاجه، فكل واحده فيهم لازم ينطبق عليها اشتراطات اساسيه قبل ما اختار ده او ده او ده، ده بناء على الاشعات والفحوصات. يعني دلوقتي ممكن نقول وداعا للنظاره ام اعرق كوبايه، الاطفال يا عيني الصغيرين في السن اللي بيلبسوا ايه نظارات وسلسله وراها عشان ما تقعش منهم في المدارس، هل ينفع نعمل لهم؟ والله في تحفظ، في تحفظ على موضوع الليزك في الاطفال. عشان كده انا بسالك السؤال بقى المهم، يعني الساده المشاهدين عايزين يعرفوا الاعمار بقى ايه هي بقى. تمام، عندنا اول اشتراط ان احنا نقول ان الشخص ده هنعمل له ليزك هو السن. كل الابحاث اتعملت على قرنيه ناضجه اللي هي الماتيور كورنيا، الماتيور كورنيا دي اتفقوا عليها على مستوى العالم ان هي سن 18 سنه. طب هل ما ينفعش اقل من سن 18 سنه ينفع اعمل ليزك؟ هو ده الليزر هينزل على سطح القرنيه هيغير في التحدب بتاعه، تمام ده سهل ما فيش فيه مشكله. لكن زي ما نقول اللي هو التوقع او البريدكتابيليتي، انا هتوقع النتيجه عامله ازاي مش متوقعه بنسبه 100%. يعني مثلا واحد مقاساته ماينس 2 ماينس 3 ماينس 5، عايز اعمل له بدخل على الداتا على الجهاز ماينس 5، ممكن يطلع لي مثلا 5.5، ممكن يطلع لي 4.5، ما تطلعش ما تدينيش الدقه 100%، عشان بتعتمد على نسبه الميه داخل القرنيه، بتعتمد على ترابط الانسجه ببعضيها. في الاطفال القرنيه بتاعتهم اتخن شويه من الكبار، نسبه الميه اللي فيها اعلى، فبالتالي ممكن ما تبخرش الجزء اللي انا عايز اعمله مظبوط. في حالات معينه لازم اعمل ليزك في الاطفال، دي بقى اللي نقدر نقول لازم لازم، دي لما يكون انا عندي في عين ضعيفه وعين قويه، قويه عين مثلا 6/6 والعين الثانيه مقاساتها مثلا ماينس 5 او ماينس 6 اعلى من كده، فبالتالي مش هقدر البس نظاره لان العين دي لو هي ضعيفه هشوف الرؤيه بيها صغيره شويه لو عندي قصر نظر، قويه ممكن تعمل ركه في المخ من ورا الصوره ما تركبش على بعضيها، تركبش على بعضيها في المخ، بيلبسوا نظاره لحد ما ان هو يقول انا مش قادر ان انا استحمل النظاره، المخ خلاص مش قادر يتقبل الصورتين، وبالتالي خلاص بنعمل ليزك في اي سن كان اللي هو ان هو يقدر ان هو يبقى واعي ويقدر ان هو يتحمل معانا العمليه ويدخل غرفه العمليات. لكن غير كده مفيش شروط، مفيش حالات نقدر نعمل فيها ليزك في الاطفال، والا يبقى احنا كده كاني بجني عليه لان اكيد مقاساته هتتغير. تمام، هعمله ليزك كل سنه ولا البسه نظاره لحد ما نظره يثبت ويخش في السن اللي يسمح ان انا اعمل له ليزك؟ ده مهم جدا. دلوقتي احنا بقى في صيحه بقى العروض، زي ما بتشوف بقى عروض المصايف وعروض دلوقتي الفنادق وعروض، في عروض استغربت لما شفتها على كل صفحات الفيسبوك وشفتها كمان في بعض المستشفيات الكبيره قوي قوي قوي، عروض الليزك، استبدل النظاره بالليزك الان، استبدل النظاره بالفيمتو ليزك، استبدل النظاره بالفيمتو سمايل. هل العروض دي، او عايز اسال اكتر من كده، هل اسعار الليزك غاليه؟ وليه بيعملوا عروض ما دام هي هو في النقطه دي في زي ما نقول ديبيت او خلاف جامد جدا. العروض في منها حقيقي طبعا، وفي منها بعض الدكاتره يعني بتتعاطف مع المرضى وبتعمل عروض، بس عروض حقيقيه. يعني ما اجيش اقول للواحد انا هعمل له مثلا فيمتو سمايل، هعمل لك فيمتو سمايل او هعمل لك ليزك ببصمه العين اللي هو الكاستم ليزك واعمل عليه عرض مبلغ كذا. طب كلنا عارفين كدكاتره وكلنا عارفين كمراكز ان هذا المبلغ اقل من تكلفه اللي المريض بيدفعها داخل المركز، فاكيد العرض ده مش حقيقي. في عروض حقيقيه ما نقدرش ان احنا ننكر، يعني ما ننخدعش وراء العروض اللي بنسمع عنها. طبعا لازم انا خلاص انا استخرت وقلت انا هروح هعمل عند المركز الفلاني. هتعمل لي العمليه بالمواصفات دي اللي حضرتك حاططها، يبقى لازم تديني ما يضمن. الساده المشاهدين عايز اعرف مكلفه حوالي كام؟ انا نفسي عايز اعرف. لا والله هي دي طبعا مختلفه كتير من 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 مراكز للتانيه. طب اختلافها في المراكز في الاسعار حسب ايه بقى؟ الاجهزه ولا التقنيه ولا هي طبعا التقنيه هو الاساس الفرق. تمام. يعني في الليزك التقليدي وفي بصمه عين، ده بيختلف ان انا زي ما بقول كده انا باخد بصمه العين على كارت غالي شويه، كارت مكلف جدا،
فبالتالي لازم التقنيه دي بتبقى اغلى شويه. اغلى شويه. هستخدم جهاز فيمتو ليزر عشان اعمل فيمتو ليزك، يبقى انا هستخدم جهازين، فبالتالي الجهازين طبعا مكلفين جدا، مفيش مركز جابهم الا لما فعلا يعني دفع كتير جدا، ثمنهم بالملايين، فبالتالي لازم التقنيه دي هتبقى اغلى شويه. فيمتو سمايل نفس الحكايه بالظبط. زي ما بيقول مهارات الطبيب فيه عاليه جدا، لان دي بتعتمد اعتماد جامد جدا على مهاره الطبيب، ان انا ازاي اطلع الجزء من داخل القرنيه اللي هو زي العدسه اطلعه ببساطه وبسهوله من غير ما اثر على السطح اللي فوق او السطح اللي تحت. فده طبعا لازم بتختلف الاسعار من يعني نرجع حضرتك برضه ونقول لازم نشوف المركز ونشوف الحالات اللي عملها قبل كده ونشوف هل حصلت فيها مضاعفات ولا لا، ونشوف التقنيه تمام. ونشوف الاسعار، واللي بيقوم بالتقنيه طبعا ادز اند في النهايه هو طبعا الدكتور، هو انا الكورنر ستون، يعني هو العضو الاساسي تمام. في العمليه. ليه وجهه نظر في الموضوع ده؟ دائما دائما انا مش بختار المركز، دائما اختار الطبيب. ما انا بقول كده يعني. الطبيب بالمركز برضه يعني ما يغريناش حاجه الفايف ستارز دي والفندقه العاليه جدا، لكن يهمنا مين الطبيب اللي هيشتغل العمليه دي واخباره ايه والاكسبرتيز او بمعنى اصح خبراته السابقه كانت اخبارها ايه. دي اهم شيء، وان هو يكون بيراعي ضميره في حاجه زي كده، ما يقولوش ان انا هعمل حاجه واعمل حاجه ثانيه علشان تحت مسمى العرض. تمام. لغه العيون جميله، ولغه العيون موجوده بدرجه ان علماء اتكلموا على العيون كلام فوق الخيال. قالوا لو انت هتبص على اليمين معناها بتفكر في شيء معين، لو هتبص لفوق ولتحت معناها بتسترجع حاجات في داخل العقل الباطني، حتى النظره في التفكير والراي والحب والمشاعر والعواطف، بدرجه انه قالوا ان لغه العيون رسول ما بين اثنين كيمياء يفهموا بعضهم على طول، في حاجه بتوصل ايجابيات موجب وسالب ما بين لغه العيون مع بعضين. لكن يا عيني الناس اللي عندهم ميه بيضاء يعملوا ايه؟ طبعا لازم اسال الدكتور احمد واقول له الميه البيضاء ايه اسبابها وامتى نعمل عمليتها وعباره عن ايه؟ يا ريت تحدثنا وتحدث الساده المشاهدين. هو طبعا احنا هنتكلم عن الميه البيضاء بدايه. في بعض الناس بتخرج من الميه البيضاء ودموع، يفتكر ان هي ميه نازله من عينه كتير، يعني جاله ميه بيضاء. الميه البيضاء دي ترجمه عربيه للكلمه اللي هي كاتركت، بيسموها كاتركت تمام. فدي اترجمت بالعربي المياه البيضاء، هي عباره عن عتامه في عدسه العين. ربنا خلق لنا عدسه داخل العين، العدسه دي المفروض ليها من الشفافيه اللي تخليني ان انا اقدر ان انا اشوف. طيب لو الشفافيه بتاعتها بدات ان هي تعتم شويه، زي كان مثلا ازاز نظاره او ازاز عربيه حط عليه بخار، فدي اسمها عتامه. العتامه دي هي الميه البيضاء. السؤال اللي بعد كده، امتى ان انا اقول انا لازم اعمل العمليه او لا؟ لان في بعض الناس بتبقى متسرعه جدا، سواء اذا كان من عندهم او من بعض الاطباء، ان هو بينصحوا ان هو يعمل العمليه في اسرع وقت. زي ما بنقول، هو انا عايز اشوف على قد الكواليتي اوف لايف بتاعتي. انا استاذ احمد، دكتور احمد استاذنك. الحاجه نسمه من الفيوم، اتفضلي يا حاجه نسمه. لو سمحت يا دكتور، ابني عنده 6 سنين وعنده رمد ربيعي. تمام. وعنده رمد ربيعي. تمام يا حاجه. مش عارفين العلاج، روح دخنا على الدكاتره بقى لنا 3 سنين يا دكتور لو سمحت. رمد ربيعي من 3 سنين ودخت على الدكاتره؟ نعم، بقى لي 3 سنين بروح لدكاتره. طيب. وعمالين يدوله في كورتيزون وكده. طيب الدكتور احمد هيجاوبك. سؤالك انت عايز تعرفي هو ما خفش لغايه دلوقتي مش كده؟ ما خفش والله يا دكتور. ودخت على الدكاتره بقى لي 3 سنين. ايه العلامات اللي قدامك؟ يعني عنده احمرار في عينيه ولا عنده احمرار وهرش في وهرش في العينين؟ تمام. الدكتور احمد هيجاوبك دلوقتي اهو، وان شاء الله احنا هنطلب منه على الهوا بعد ما نخلص، بعد الهوا هيعمل له كشف مخصوص عنده. حاضر. مجاني، هديه من قناه الصحه والجمال. ماشي، الله يخليك. بعد ما تتصلي بالكنترول هيديك رقم الدكتور احمد عشان تجيبيه ويشوفه لك شخصيا. طب لو سمحت بالله عليك، عايز اعرف هو ياكل ايه. هو هيرد عليك دلوقتي، هيرد ممنوع عنه. هيرد عليك دلوقتي الدكتور احمد. اسمعيه بقى، اسمعي من التلفزيون. ها بص يا فندم، العفو يا شيخ. احنا بالنسبه للرمد الربيعي، هو نوع من انواع الحساسيه اللي بتيجي في ملتحمه العين، وساعات بتشمل الايه القرنيه. الرمد الربيعي ده طبعا حاجه منتشره جدا عندنا في مصر، بتبقى مزعجه جدا للاطفال، بتبقى مش قادر ان هو يفتح عينيه. ما بتقول 6 سنين ولا 3 سنين، يعني معناها جاله وهو عنده 3 سنين. ما هو تقريبا هو السن بتاعه 3 من 4 سنين بيبتدي معاه. بيبتدي هو في سن معين اللي هو الرمد الربيعي بيختفي تماما. تمام. ده عباره عن لا يختفي ازاي؟ بيختفي بدون لوحده خالص. يعني سيلف ليميتد، ممكن سيلف ليميتد، لان هو نوع من انواع الحساسيه.
عندنا أجسام مناعية بتهاجم أي حاجة غريبة. يعني ممكن يكون ضعف في المناعة يا دكتور أحمد؟ لا مش هيبقى ضعف، هو ده هيبقى زي ما بنقول كده زيادة، اللي هو بيهاجم أي حاجة حتى إفرازاته هو، يعني حتى مثلا لو في شوية بروتينات هو هنستأذنك معلش بيهاجمها. الزر، احنا بدأت الحلقة تسخن والمكالمات. أبو عمر معانا من البحيرة، اتفضل يا أبو عمر. أم عمر، يا أم عمر، يا أهلا وسهلا يا أم عمر. ممكن أسأل بس الدكتور، أنا ابني عنده 5 سنين تمام. وعنده عينيه بتدمع على طول وفي احمرار في عينه على طول، وعلى طول بيهرش فيها، من امتى طيب؟ بقاله 2 سنين كده والله عند الدكاترة، ويدوني في قطرة وحاجات مفيش فايدة طب برضه. طب التشخيص، اسمعي رأي الدكتور التشخيص احمد معاك. قالوا التشخيص ايه طيب يا ماما؟ قالوا رمد ربيع. تمام، رمد نفس ربيع، ما نفس احنا الشكوى. بنتكلم على نفس المشكلة بتاعت الرمد الربيع. اتفضل دكتور احمد. طبعا زي ما طب بنقول اسمعي الدكتور احمد يا ام عمر من التلفزيون ماشي، هيجاوبك. والنبي تخليه يشوف لي حالة. لا ابني والله ضغطي ان بيه. شاء حاضر، الله ده الكشف التالي. احنا هو ان الدكتور شاء احمد الله. متطوع النهارده ب5 كشوف مجانيه عنده، سواء كان في مستشفى الحسين او عنده في عيادته الخاصه. هناخد رقمه من الكنترول بعد ما نخلص الهواء ان شاء الله. اتفضل دكتور ماشي، احمد. شكرا. العفو. الرمد الربيعي هو عباره عن حساسيه، احنا الاجسام المناعيه بتهاجم تراب، بتهاجم افرازات، بتهاجم ساعات بعض الميكروبات اللي هي الضعيفه، اللي هي ما بتعملش انفكشن او ما بتعملش ميكروب، ان هي بتعمل الحساسيه اللي موجوده دي. حساسية. طبعا كل مشكلتنا ان بيبقى في حبيبات في الجفن من الداخل، هي دي اللي بتحك في سطح القرنيه، فبتعمل الحرقان، بتعمل الدموع، مش قادر افتح في اي نور خالص، اي شويه هواء ولا مروحه شغاله مش قادر افتح فيها خالص. طبعا احنا في الضوء عندنا طبعا بيأثر الضوء، عليه، طبعا بيضايق، هو مش بيضايقه بيأثر قوي. لكن هو بيضايق، يعني مفيش مش اضاءه حتى، شات الشمس والحاجات اللي زي دي كده. دي بتخلي الواحد الاعراض بتاعته تزيد. تمام. علاجه الاساسي لما يكون في زي ما بنقول كده في المرحله النشطه، لازم بنديله بعض انواع الكورتيزونات، قطرات فيها كورتيزون علشان مراهم ولا أشربة؟ لا قطرات كلها ومراهم كلها، حاجات توبيكال او موضعيه على العين، بحيث طب ان هي معلش دكتور بتجيب احمد نتائج انا احسن. اصعب ثواني. معانا اتفضل. الاستاذه ريهام من الفيوم. اتفضلي يا استاذه ريهام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمه ورحمه الله الله وبركاته. وبركاته. كنت عايزه تتكلم الدكتور احمد. الدكتور احمد معاك، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا استاذه ريهام. انا عملت عمليه عندك يا دكتور احمد. اهلا بيك، اهلا ازيك؟ بيك. يا رب تكوني شايفه كويس. ايوه طبعا شايفه كويس. كانت عمليه زرع عدسه في الجوز العيون. طب كويس، تمام. يعني اشهاده كويسه في حق الدكتور احمد هنا. ها. هي فعلا ريهام كانت طب عامله. معاكي بقى، طب هنسالها معاها مشاكل ولا حاجه؟ معاكي تمام. مشاكل يا ريهام؟ نعم. معاكي اي حاجه، مشكله ولا حاجه؟ لا، يعني انت بتشكري يعني الدكتور احمد على الهوا يعني. ايوه، انا بس كنت عايزه اشكره واقول له ربنا تسلم. تسلمي يا حبيبتي، يا رب تسلمي. واحنا وربنا بنشكرك يحفظ لك نيابه، العافيه ان شاء واحنا الله. بنشكرك نيابه عن الدكتور احمد، ربنا يديك الصحه يا رب. شكرا يا ريهام، شكرا. شكرا. اتفضل دكتور احمد. فاحنا طبعا العلاج اللي هو الرمد الربيعي الاساسي، ان احنا بنبدا بالايه بال في المرحله اللي هي النشطه زي ما بيقولوا، او الاكتيف ستيج، ان احنا بندي قطرات فيها كورتيزون، سواء اذا كانت حاجات سطحيه قوي اللي هي ما بتدخلش داخل العين، دي بتبقى حاجات خفيفه وما بترفعش ضغط العين، بحيث ان تبتدي الامور تهدى مع الطفل، وبعد كده بنبتدي نديله حاجات تمنع ظهور الحساسيه. ما انا ده اللي بتكلم عنه، تمام. الوقايه خير من العلاج. ايه تمام. الوقايه او ايه الحاجات اللي احنا ننبه الساده المشاهدين ما يروحوش ناحيتها عشان ما تزيدش مهم الحساسيه؟ جدا. اكتر حاجه بتعمل حساسيه طبعا هو التراب والدخان، دي اكتر حاجه بتعمل تراب حساسيه، والدخان. التراب تمام. والدخان. طبعا هي ليها مواسم معينه بتنشط فيها شويه، فبنحاول بقدر الامكان مش كل حاجه العلاج، نبدا بالميه الساقعه، كمادات ميه ساقعه، ونغسل عينينا بميه ساقعه، ده بتهدي كتير جدا الاعراض وبتهدي الحكه اللي في العين. في خلال الحاجات اللي هي الموسميه بناخد قطرات ان هي تقلل ظهور الحساسيه دي. الظاهر الحلقه يا دكتور احمد مسماها ام عبد الله معانا من هنا. اتفضلي يا ام عبد الله. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 50 سنه، تنفع عندي عمليه الليزر؟ ربنا يديك الصحه وطول العمر. اتفضلي اتفضلي. الله يخليك. يعني تنفع لي عمليه الليزر؟ حضرتك سنك كام؟ 50 سنه. 50. 50 سنه. تمام، هجاوب حضرتك حالا. حاضر. طب هيجاوبك الدكتور احمد، اسماعيل من التلفزيون يا ام عبد الله. شكرا لاتصالك يا ام عبد الله. اتفضل نكمل في الرمضان. كمل وبعد الربيعي جاوبها. ماشي، ونجاوبها ان شاء الله. طب انا بستاذنك لان المكالمه مهمه، من الوطن العربي من الاردن. تمام. معانا مين من الاردن؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. اهلا استاذ مرواني، اهلا بيك. وعليكم السلام. مؤمن رفاعي. يا مرحب بيك استاذ مؤمن.
اي نعم أهلا من الرفاعي. اهلا تفضل تفضل. اهلا وسهلا، انا شاكر بكم والله، وفرصه سعيده اني اتصل بكم واسمع صوت حضرتك. احنا الاسعد باخواننا في الاردن واخواننا في الوطن العربي، يا اهلا بيك. الله يخليك يا رب. سمحت عايز اسال الدكتور. تفضل الدكتور احمد معاك. تفضل. عندي افرازات في العين، على في نهايه العين افرازات بتيجي بيضة، ايه سببها ممكن اعرف؟ طيب هو بس سؤال، الافرازات دي حاجات لونها ابيض وطريه كده عامله زي الخيوط ولا ناشفه وصفرة؟ لا لا طريه طريه. سن حضرتك كام سنه؟ 43. 43. بتشتغل على كمبيوتر كتير او بتمسك موبايلات كتير؟ تقريبا تقريبا أكيد. هجاوب حضرتك. حاضر يا فندم. ماشي طيب، معانا عندنا سؤالين انا حافظهم، سؤالين هنجاوبهم ان شاء الله، نخلص الرمد الربيع. نخلص شكرا الربيع. شكرا يا استاذ، يا استاذ مؤمن، وان شاء الله الدكتور احمد هيجاوبك. اتفضل، مين معانا؟ وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. دكتور معايا بعد اذنك؟ اتفضل دكتور احمد معاك. اتفضل اسال. اتفضل يا فندم. دكتور انا بعد اذنك، انا شغال في مدرسه وبدرس على طول وكده، وصدري يعني بتعبني على طول كده وبنهج وكده. تمام. طب احنا النهارده حنقتنا عن العيون، في حاجه في عينيك طيب؟ عينيا. ما انا بتكلم بالنسبه للكنيس يعني كده، وعينيا كده بتوجعني كده على طول، وبقعد اعمل ادعك فيها كده بصدري. لا سلام. طيب حاضر، هجاوب حضرتك. هجاوبك دلوقتي الدكتور احمد ان شاء الله. طيب انا مش عايز انسى موضوع مهم جدا، احنا اخذنا كفايتنا من الرمد الربيعي، الرمد الربيعي عندنا حاجه مهمه قوي اتكلمت عنها، رهام زرع العدسه. تمام. دلوقتي في بعض الناس ما بينفعش معاهم ليزك. تمام. وفي بعض الناس ما ينفعش معاهم عمليات، اي عمليات القرنيه زي النظارات. فاحنا ده بيحتاج ان احنا نعمل له زرع عدسه. زرع طبعا في عمليات الكاتاركت، حضرتك بعد ما بتعملوا عمليه الكاتاركت وازاله الميه الغتامه والغشاوه الموجوده على العين، بيتزرع عدسه. تمام. صح كده. اتكلمنا بقى على زرع العدسات بقى لناس كتيره بتبقى خايفه منها. احنا طبعا وهل هي تبقى مستديمه ولا بتتغير؟ تمام. اتفضل. احنا بالنسبه لزرع العدسات مختلف تماما، ان احنا هنستخدمه كتصحيح ابصار او هنستخدمه في الميه البيضاء. تمام. في الميه البيضاء انا بشيل عدسه العين لان حصل فيها عتامه، وبحط مكانها عدسه ثانيه في الكبسوله بتاعتها او في المحفظه الخلفيه بتاعتها. نفس القوه بتاعت عدسه العين ربنا خلقها. بتخليني ان انا اشوف يعني بعد بؤي معين، سواء انا عملت. سؤال يطرح نفسه الان. تمام. اللي هو ايه، بعض الناس اللي عمل خاصه السن الكبير بعد ما بيعمل عمليه الميه البيضاء يقول لك انا نظري قل. تمام. المقاس العدسه بيتعمل بدقه دلوقتي. انا مش عايز اقطعك بس اعمل ايه، الحاجه منى معانا. اتفضلي يا حاجه. ده اتفضلي يا ستي، اسالي يا ست الكل. بقالها 5 سنين دلوقتي. سلامة عينيك يا حاجة. ألف سلامة. تسلم عينيك يا دكتور. واروح لكل دكتور يديني علاج شكله، ما كنتش امشي بالقطرات والمراهم مفيش. احنا هنتكلم على كل حاجة في الرمد. من كتر القطرات والحاجات ومن كتر القطرات اللي حطيتها عملت لي مية بيضاء في باز العيون. عندي كام سنة يا حاجة؟ عندي 54 سنة. ربنا يديك الصحة وتطول عمرك. طب الدكتور أحمد هيرجع يجاوبك. حاضر. هجاوبك. حاضر. ماشي. اتفضلي اسمعينا من التلفزيون والدكتور احمد هيجاوبك ان شاء الله. هنتكلم على زرع العدسات سريعا. الناس اللي هي تصحيح النظر، الناس اللي هم ما ينفع لهمش ليزك. معلش معلش. مدام منى معانا من اسوان، اتفضلي يا مدام منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 6 شهور. تمام. ورحت بيها دكاتره كتير على عينها، فقالوا لي عندها قناه دمعيه، هي بس عندها الجفن دايما وارم، فمرة بيخف ومرة بيعمل معاها ثاني ورم ثاني. الجفن مورم من ناحية الأنف ولا من فوق ومن تحت عادي؟ لا من فوق خالص كده يعني ناحية الأنف مرة، يعني مش دايما مش بس دايما. هو في الأغلبية ساعات لما تقوم من النوم، وساعات لما تعيط بيبان جامد يعني بيزيد، يعني بيزيد بس ده من جنب الأنف، مش من الناحية الخارجية. لا من الناحية الخارجية مش من ناحية الأنف. لا من الناحية الخارجية. اه تمام، عشان دي مختلفة شوية. حاضر، هجاوب حضرتك يا فندم. ماشي. هيجاوبك الدكتور إن شاء الله يا مدام منى بعد ما نخلص. اتفضل يا فندم. زراعة العدسات بالنسبة لتصحيح الإبصار، الناس اللي ما ينفعهاش ليزك سواء مقاساتها عالية أو في مشكلة في القرنية، ما ينفعش إن أنا أعمل ليزك على القرنية. فزراعة العدسات فيها في عندنا نوعين أساسيين. تمام. يا إما أحط عدسة فوق العدسة اللي ربنا خلقها، يا إما أشيل العدسة وأحط مكانها عدسة. تمام. الاختيار بينهم طبي بحت، يعني ما ينفعش إن أنا المريض إن هو يختار يقول لي شيل وحط، او حط لي العدسه دي او حط لي العدسه دي. حسب طبعا دي اعتقد حاجه طبيه لازم اشرح له. احنا ليه بناخد دي؟ بنختار العدسه دي علشان دي افيد له من حيث السن، من حيث الخزانه الاماميه اللي انا بحط فيها العدسه،
من حيث اذا كان العدسه فيها عتامه ولا لا. الحاجات دي كلها اشتراطات لازم الاول بنعملها قبل ما نختار نوع العدسه، وده اختيار طبي، وبنشرح للمريض انت عايز دي او دي اللي هي فوق العدسه، سواء اذا كان فوق القزحيه او فوق العدسه مباشر. تمام. او الثانيه اللي هي نشيل العدسه ونحط مكانها عدسه ثانيه، الاختيار ما بين الاثنين الجهتين، ان انا احط عدسه فوق العدسه او اشيل عدسه احط عدسه، ده للطبيب. لكن اللي هي اللي فوق العدسه، في فوق القزحيه وفي تحت القزحيه فوق العدسه. تمام. دي الاختيار للمريض زي ما هو عايز بناء على طبعا التكاليف. ده هيخليني بقى النظر. اسيب الناحيه دي. تمام. واروح على ناحيه الجمال. تمام. معظم ستات مصر دلوقتي بيدوروا على الجمال، النهارده عايز اعمل عينيا خضراء، بكره عايز اعملها عسلي. طبعا احنا عايزين نعرف العدسات اللاصقه اللي موجوده حاليا ما لها وما عليها. تمام. العدسات اللاصقه دي طبعا يعني زي بنقوله كتاب حاله، يعني مهم جدا. عندنا حاجات معينه زي خطوط حمراء، ممنوع منعا باتا ان احنا نجيب عدسات من اي محل كان، سواء اذا كان محل تأمين. انتشر بطريقه يا دكتور احمد ان تلاقي وبعدين بتعمل مصيبه كبيره. انا معظم جداً. الناس اللي بيقولوا لي احيانا عينين ملتهبه واحمرار ده بتوصل لمرحله سحابه على القرنيه وترقيع قرنيه. بنوصل للمرحله دي عشان عدسه ثمنها لا يسكر. نصيحه للساده المشاهدين من الاستاذ الدكتور احمد جمع، برجاء ما حدش يشتري اي عدسات من اي اماكن غير مصرح ليها او من مراكز طبيه متخصصه، ويا ريت تحت اشراف طبي. تمام. هو ده لازم. احنا مفيش عدسات بتتصنع، العدسات كلها استيراد. الشركه بتستوردها وتاخد باتش وزاره الصحه، يعني بتعتمد من وزاره الصحه. تمام. بشرط كده من ضمن العقود اللي هي ما بين الشركه يعني وما يغركش السعر الرخيص وناخد نعمل عينين خضراء وعينين زرقاء. لازم الشركه تديها لطبيب، يعني حتى المريض ما ينفعش يروح يشتريها من نفسه، يعني الطبيب هو اللي بيطلب من الشركه العدسه. مفيش مشكله. اوكي. فلازم مهم. تمام. معانا سؤال تاني، عايزين نجاوب على الاسئله. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا انا راجل معوق وبهتم اني ما كنت عامل تكافل وكرامه. تمام. اتفضل يا حاج. وبعدين من شهر واحد كشفت، لاني انا طبعا عندي ضمور في العضلات. ربنا يعفي عنك يا رب. الله يديك الصحه. وما جانيش تكافل وكرامه خالص، ما جاش اسمي ولا اسم مراتي برضه عندها عجز، وما جانيش لغايه دلوقت الرد ابدا، ولا طلع لي كيده ولا حاجه. طب يا حاج احنا برنامج طبي والله يا حاج، فان شاء الله احنا يعني كلمنا بعد الهوا على الكنترول ونحاول نساعدك بقدر ما نستطيع، يعني نشوف عندي مين من المسؤولين، لكن احنا برنامج طبي بنتكلم على امراض العيون ان شاء الله. شكرا يا حاج لاتصالك، وان شاء الله نحاول نساعدك باذن الله تعالى. دكتور احمد، يا ريت نلحق نجاوب كم سؤال من اللي فاتوا قبل ما نخش في موضوع تاني كبير. هم ثلاث اسئله، اربع اسئله. تمام. هم في سؤالين مشتركين اللي هي فيهم اثنين بتوع الرمد الربيعي. تمام. لا بتوع القنوات الدمعيه. دي كانت واحده ست كبيره وحصل معاها ميه بيضاء، ومع البنت الست شهور الاخرانيه. البنت الست شهور. تمام. والاستاذ اللي هو من الاردن، دي طبعا دي حساسيه، والحساسيه اللي عنده دي حساسيه موسميه. اللي هو الافرازات اللي بتطلع من عينه البيضه دي. الافرازات دي عباره عن زي ما بيقول كده اللي هو افراز من الخلايا السطحيه بتاعه الملتحمة العين نتيجه التهاب مثلا. الالتهاب ما هو جزء من الحساسيه. حساسيه. طب ده بيجي مثلا من زياده ارهاق للعين، إرهاق، نتيجه الموبايل، سهر زياده شويه، تعرض للاضاءه بتاعه الكمبيوتر والاجهزه كتير، فده بيأثر. لو هو كمان بيدخن الموضوع ده بيزيد شويه، فاحنا مهم جدا ان احنا نحاول نتجنب الحاجات دي في الفتره اللي جايه. تمام. بنستخدم قطرات ملطفه بديل، يعني وقايه اكثر بالعلاج يا دكتور. الوقايه دي اهم حاجه، وممنوع ان انا مد ايدي اشيلها. تمام. ده ممنوع، بس ان انا اغسل عيني بميه ساقعه كده ابربش فيها مرتين ثلاثه يوميا. لا تاني، ميه ساقعه مش ميه سخنه. لا ميه ساقعه. في ايده او في فنجان مثلا كده، ويبربش فيها بحيث ان ايه، ان هي دي تخرج لوحديها بدون ما ان انا اشدها. احط كل ما اشدها كل ما هي تجرح. صح. فبالتالي ترجع تكون ونخش في دايره مغلقه عمرها ما بتخف خالص. السؤال الثاني اللي هو بتاع القنوات الدمعيه. ماشي. القنوات الدمعيه احنا النهارده حضرتك مسمع تسميع بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نمسك الخشب دكتور احمد ونقول ايه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا عندنا الاستاذ رشاد وارد الاليسه رهام، عايز يشكرك تاني على الهواء على العمليه الجميله اللي عملتها لها وبيدعوا لك. اتفضل يا استاذ رشاد. الاستاذ شعبان. الاستاذ شعبان اتفضل. الاستاذ شعبان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لك يا دكتور احمد. الله يخليك، اتفضل. ازيك يا استاذ شعبان؟ جزاك الله خير، انا شعبان من الفيوم. الله يكرمك، الله يخليك يا حبيبي. الله يبارك فيك. بصراحه يعني ربنا يجازيك خير ريهام، الحمد لله رب العالمين بخير يعني. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يحفظ لها العنيها يا رب ان شاء الله. الله يبارك. هي كلمت حضرتك من شويه، وبصراحه يعني حضرتك انسان كويس يعني، وربنا يجازيك خير. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. والاستاذه هدير برضو انسانه محترمه يعني، اللي هي شغاله مع حضرتك يعني، وربنا يجازيها خير يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. الف شكر يا استاذ شعبان على شكرك للدكتور احمد. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ومن أسد لكم معروفا فاشكروه. مؤسس جامعة هارفارد الدكتور أحمد قال كلمة، كتب كتاب مؤلف من 3 كلمات، قال ما لم أتعلمه في هارفارد، قال لم أتعلم الشكر. احنا نقول له تعالى بقى، نبينا من 1441 سنة بيقول لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم قال لك ولئن شكرتم لأزيدنكم. فضل دكتور احمد، السؤال التالي بتاع الغده الدمعيه، القنوات الدمعيه. القنوات الدمعيه انا سن كبير غير سن صغير، علاجهم مختلف تماما. السن الصغير طالما انا في عندي شخصت خلاص ان في مشكله في القناه الدمعيه، ده غالبا بيكون القناه الدمعيه في بتنزل في الانف، يعني الفتحه بتاعتها النهائيه داخل الانف، موجوده في الانف، ففيها صمام. الصمام ده ربنا خلقه علشان يبقى اتجاه واحد نازل لتحت، بحيث ان بحيث ان انا مثلا حبيت ان انا انشف مناخيري او اعمل اي حاجه ما تطلعش ترجع لعيني تاني، او ترجع على الزور وترجع لورا بس. فالصمام ده، الصمام ده ممكن في بعض الاحيان ما بيفتحش، يعني زي صمام القلب كده بيقفل، زي صمام مقفول ما فتحش. فبالتالي احنا بنعمله عمليه تسليك، كان من فتره 10 سنين مثلا، كنا بنعملها عن سن سنتين بس مع الابحاث لقينا ان احنا كل ما اعملها بدري كل ما نسبه نجاحها اعلى اعلى، فبدانا حاليا بنعملها عن سن 6 شهور. ما هي الانسه اللي قالت المدام اللي اتكلمت على بنتها اللي عندها 6 شهور، هي المفروض دلوقتي تجهز نفسها ان هي تعملها. بتاخد بالظبط دقيقه واحده مش اكتر من كده، بتاخد دقيقه واحده لو هي مشكله الصمام الاسفل. بس هي قالت لك ان التورم في الرمش في الحاجب مش ناحيه الانف. احنا ربنا خلق لنا الدموع دي عشان تغسل العين، عشان تغسل العين. صح صح. فهي هتغسل العين وتفضل موجوده ولا ولا تخرج؟ ما انا غسلت حاجه بقت فيها مليانه ميكروبات، صح؟ لو ما خرجتش يبقى انا كاني مجمع الميكروبات عشان تنمو وتنشط، وهتطلعوا شويه بروتينات ودهون عشان تكبر، صح؟ لازم القناه الدمعيه تبقى شغاله، والا الـ 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 الميكروب هينشط ويكبر ويورم الجفن وعينيا حمراء مش قادر افتح. دكتور احمد انا قاطعك للمره الثانيه، بس ده معناه ان حضرتك مسام ام نسمه معانا حق يا دكتور. ام نسمه من سمروت، اتفضلي. انا عايز اعرف حضرتك ما كملتليش، الدكتور ما كملش الرمض الربيعي، الاكل الممنوع عنه. في دكتور بيقول لي وكلي بيض وموز، وفي دكتور بيقول لي لا ما تاكليش لا البيض ولا الموز ولا الفراوله ولا السمك ولا اللبن. يعني مش عارفه مين الدكتور. بصي يعني بصي، تسالي على الاكلات، ناس تقول لك كلي وناس ما تقول لك. طب اسمع الدكتور احمد هيقول لك تاكليه ايه وما تاكليهوش ايه. حاضر. بالنسبه للاكل طب ناخد مكالمه ثانيه بالمره بعدين نجاوب دكتور احمد. ماشي حاضر. سمالوط اتفضل يا فندم. السلام عليكم دكتور احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا اخويا. عندي 8 سنوات طفل، 8 سنين، وبعدين يعني ما ترمش على طول على طول، وبعدين الضهر وديناه للدكتور، فالدكتور جدعني هتبقى ترمش على طول كده اهو عشان الميه هتبقى من الداخل. يعني يعني عنده بيبربش بعينيه على طول ومش قادر يفتح كويس. بيبربش بعينيه على طول ومش قادر يفتح كويس. ايوه بيبربش على طول ومش قادر يفتح، وبعدين الدكتور قال. طب بص يا حاج، يا حاج وطي لنا وطي وطي حضرتك التلفزيون عشان تسمع. ايوه ماشي. اتفضل. لما لا وطي التلفزيون عشان تسمعنا. هو وطي التلفزيون لما الطفل كشف. قالوا له ايه التشخيص بتاعه؟ قال له ان انت عينيك دي هي هتفضل الميه اللي من جوه هتبعد بتاع عينك، ولازم تمشي على القطره دي على طول. ميه في عينه وببربش من حاضر هجاوبك. هيجاوبك الدكتور احمد. استنى استنى الدكتور احمد هيجاوبك ان شاء الله. شكرا شكرا يا حاج. اتفضل يا دكتور احمد. نكمل في الـ في الـ في الرمض الربيع. الرمض الربيع كل الاكلات ونسمع عشان تعرف ياكل عادي خالص. ياكل عادي خالص مفيش عندي مشكله خالص. كل الاكلات يعني كل الاكلات مفيش عندي مشكله خالص. لا سمك ولا لبن ولا بيض ولا نسل ولا الكلام ده خالص. تمام التمام. سمعت يا ام نسمه؟ يعني ياكل كل حاجه، سمك ولبن وبيض وكل حاجه تاكله ياكلها مش هتاثر. الحاجات الممنوعه، التعرض للحاجات اللي بتعمل حساسيه زي التراب زي الدخان زي الرطوبه العاليه زي الاشعه الشمس المباشره،
ممنوع دعك في العين نهائي، اي دعك في العين هيزود الحساسيه رمضان الربيع على طول. تمام تمام. طيب بقى عندنا سؤال اللي بيرمش على طول واللي بيقول لك الدكاتره بيدوا له قطرات ياخدها عشان فيه ميه جوه عينه، وده سنه على ما اعتقد قال 8 سنوات. تمام. هو البربشه الكتير. وايه الميه اللي في عينه في 8 سنوات؟ لا هو يعني انا متوقع اللي اتقال ان هو عنده جفاف. جفاف عشان كده بيبربش كتير، فعشان كده ادوا له قطره يمشي عليها على طول. طب علشان يقلل البربشه زي بعضه ونكمل. بعد ما نسمع ام ادم من اسيوط، وما اقدرش اتكلم من اسيوط انت عارف يعني صوت صعب عليا. اتفضلي يا ام ادم من اسيوط. ام ادم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اهلا بيك يا ستي يا مرحبا. بص يا دكتور، انا سني 24 سنه، ده اول حاجه. تمام. انا كنت قبل ما يعني جدي ضربني قبل كده، يعني ضربني على عيني. تمام. فدي بعد ما يعني خلاص يعني راجل من الضربه وكده، فبقيت نيدي مفتح عيني بالليل، ويعني انا معايا طفل صغير بيبقى على طول بالليل، نيدي مفتح عيني على غفله كاني ملقح لها شويه ملح كده. يعني حكه جامده في العين لما تفتحي. يعني لما تفتحي الدكتور احمد بيسالك فيها حكه جامده؟ لا مش بنحك فيه. انا ما بنقدرش اصلا نلمسها، حتى الميه ما بنقدرش نحطها عليها. تمام هيجاوبك. حاضر هيجاوبك دلوقتي الدكتور احمد. يا ام ادم اسمعي اتفضل. دكتور احمد دي تروما على ما اعتقد من خبطة طبعا. اي خبطه في العين ممكن بتعمل قرحه سطحيه في القرنيه. القرحه السطحيه اللي هي الخدش ده هو بيلم بيخف في خلال يومين ثلاثه، لكن التماسك الخلايا مع بقيه الخلايا اللي جنب منها بياخد له فتره كبيره جدا. بتسحب بالليل تشوف العيل الصغير. يعني لازم هيحصل حاجه تفتح. بتحصل نتيجه ان انا مثلا وقفت العلاج بدري شويه. المفروض ان انا بمشي على جل فتره طويله شويه، بحيث ان هو مع تغميضه العين فتره طويله بيحصل نسبه جفاف. لما اجي افتح ما تحكش في الخلايا الضعيفه دي توقعها تاني، فبمشي على جل لمده شهر او شهرين، بحيث ان تبقى القرحه اللي حصلت دي تخف خالص، وساعتها مش هتحس باي مشكله تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رائع: عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشيه الله، عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. طبعا احنا في شهر عياد الشرطه بنحيي رجاله الشرطه بمناسبة عيدهم طبعا السنوي 25 يناير اللي فات، فبنحييهم على الهوى من قناة الصحة والجمال. أنا كان سؤالي: ما هو الفرق ما بين كاتركت وناس بتقول لك جلوكوما، ارتفاع ضغط العين، وأيهما أشد وأيهما أصعب؟ تمام. احنا طبعا زي ما اتفقنا أن الكاتركت أو اللي هي المية البيضاء تم في عدسة العين. تمام. عمليتها بسيطة سهلة، بتاخد بالظبط 10 دقايق. المريض التاني يوم بيشيل الغطاء او ممكن في نفس اليوم بالليل، وبيتعامل طبيعي ما فيش مشكله خالص. وزي ما بيقول العتامه لما انا بشيلها شفت، لان انا ما اثرتش على مستقبل الصوره في العين اللي هو العصب او الشبكيه. مختلف تماما عن الجلوكوما او اللي هي الميه الزرقاء. تمام. الجلوكوما او الميه الزرقاء احنا ما نقدرش نقول ان هي ارتفاع في ضغط العين. ارتفاع في ضغط العين ده عامل من العوامل المصاحبه للميه الزرقاء. يعني ده يعتبر عرض وليس مرض. عرض وليس مرض. عرض يبقى لازم متواجد في كل الحالات. تمام. لكن هو متواجد في بعض الحالات. تمام. بنسبه كبيره، لكن زي ما بنقول كده سببها الرئيسي مش معروف حتى الان. السبب الرئيسي للميه الزرقاء غير معروف. لكن ضغط العين ايه علاقته بالميه الزرقاء؟ علاقته في العلاج. العلاج. يعني علاجنا للميه الزرقاء. مش اي اسباب سبب ضغط العين الزياده الاي؟ ما هو هل هو سهر كتير، ارهاق للعين، ضغط عام في الجسم، او ضغط لقيناه مصاحب للضغط العين مرتفع في بعض العوامل الوراثيه. بدي اقطعك يا دكتور احمد ولا نفسي تكمل معانا احمد؟ اتفضل يا استاذ احمد. كل اعذارنا صاغيه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج احمد. مصطفى يا مصطفى. يا اهلا بيك يا استاذ مصطفى. يا اهلا بيك. اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟ كلم الدكتور. الدكتور سامعك. اتفضل يا حاج مصطفى. عندي عيوني انا، ما كل ابص كده بعيوني اجي تحت الجبن كده حاسه، اجي حاسه كده تحت الجبون. تمام. حاضر هجاوب حضرتك. الهواء ما ماشي مع الهواء، انا متجمع كده وانا ماشي بيدمع وعينيه ماشي. تمام. مع الهواء. حاضر هجاوب حضرتك. ماشي يا حاج مصطفى، الدكتور احمد هيجاوبك حالا. اسمع من التلفزيون. اتفضل يا حاج.
فالمية الزرقاء علاج الأساسي بتاعنا هو موجه لضغط العين، إن أنا أوطي ضغط العين بأي شكل، يعني أخفف ضغط العين. ضغط العين زي ما عن طريق إيه يا دكتور أحمد؟ عملية ولا قطرات ولا في عندنا طبعا الأساس بتاعنا علاج المية الزرقاء هو القطرات. قطرات في حاجات بتخليني إن أنا ألغي العلاج الدوائي وأتجه للعلاج الجراحي. تمام. زي مثلا ضغط العين مش منتظم بالقطرات، في أعراض الجانبية بتاعت القطرات بدأت تظهر على المريض، مريض مش مهتم انه ياخد القطرات بتاعته، يعني مثلا مره ياخدها ومره لا، فطبعا 100% عصب العين بيتاثر. مشكله الميه الزرقاء ان الواحد ما بيحسش ان في مشكله، بيجي في مرحله متاخره، لان ما بتاثرش على النظر كنظر، بيبقى شايف كويس، لكن هو مجال الرؤيه بتاعه اللي بيتغير. المفروض الطبيعي لما اكون مثلا باصص لشخص قدامي بقدر اشوف اللي جاي لي من على اليمين او من على الشمال، ما اتفاجئش ان في حد واقف قدامي وانا ما شفتهوش. فمجال الرؤيه بتاعي ربنا خليه لي واسع عشان اقدر اشوف الايه، الاجناب كلها من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال. احنا عايزين نستغلك في الوقت القصير بتاعنا ده عشان نفيد الساده المشاهدين بقناه اللي هي بنقول كوكبه الشرق الاوسط في الطب والصحه والجمال الاثنين، صحه ثم جمال، هيلث اند بيوتي. تمام. الحول السن المناسب ليه في الاطفال، يعني لما يكون السن صغير افضل ولا ما نسيبه لما يكبر شويه طبعا الحول طبعا يعني في كلام كتير جدا، وبعض الـ 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 الاهل بتاعهم بيخافوا على الاطفال من انهم يعملوا عمليات والكلام ده. طالما انا شخصت ان في حول لازم يتعالج، لازم، كلمه لازم يعني فوري وفي اسرع وقت هيتعالج. يا اما يعني يبدا نعمل عمليه من سن قد ايه؟ لو سن 6 شهور هنعمل عمليه. من 6 شهور لو سن 6 شهور. طب في بعض الحالات نفاجئ ان يقول لك اخره شويه لغايه ما يوصل سن 5 سنين. تمام. هل السبب ايه بقى؟ لا احنا مفيش حاجه اسمها تاخير، مفيش حاجه اسمها تاخير. انا عندي حول يبقى بلبس نظاره مثلا، عندي ضعف في النظر. هقطعك تاني معلش معانا طبعا يا دكتور احمد، ده الساده المشاهدين طبعا شيء يسعدنا انه في اتصالات لحضرتك. معانا الحاج حسن من سوهاج، اتفضل يا حاج حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انت صحه وجمال ومتعه واسعدتونا والله. والله انت اللي اسعد، انت جميل. نور الله لكما بصركما وقلوبكما باذن الله. ولك مثل ذلك يا حاج حسن. الله يبارك فيكم الاثنين، يعني انت والدكتور يعني اسمك من الحسن. الله يبارك فيك، زادك الله حسنا وجمالا، شرفنا. معايا يا دكتور معلش بتدمع وبعدين ادي السؤال الاول، يعني في دموع. الحاجه الثانيه بصحى من الصبح عينيا تقيله شويه. الحاجه الثالثه هل نظاره التلفزيون تنفع للمشي ولا تختلف؟ حاضر هجاوب حضرتك. حاضر اشكرك. شكرا. احنا هنجاوبه بعد ما نسمع معانا متصل من اسوان، ابو حازم من اسوان. يا اهلا بيك. السلام. اتفضل يا ابو حازم. اتفضل. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. منورنا انت والدكتور ان شاء الله. والله منوره بيكم كلكم. يا ريت تشرفونا اسوان كمان، وشكم البشوشه على الشاشه ده ان شاء الله. ده احنا نسعد برؤياكم يا حبيبي والله. اتفضل الدكتور احمد مستمع. سؤالك ايه يا ابو حازم؟ دكتور. اهلا بيك. اتفضل. دكتور في حاجه ظهرت على الجفن بتاعي كده، يعني زي كده تقريبا دهون او لحمه زايده على الجفن. طيب تخصص في عيون ولا جراحه ولا هي في الجفن؟ في الجفن تحت الحاجب ولا فوق؟ فوق الحاجب. حتى برضو مع الوقت هو ليه فتره تقريبا السنوات الاخيره يا دكتور. تمام. هي طبعا هي اللي فوق الحاجب دي يعني ما بتبقاش متعلقه بالعيون قوي، لكن لا مش فوق الحاجب على الجفن، يعني في الجفن تحت الحاجب. ايوه بالظبط. تمام. دي هتبقى خاصه بالعيون وبتعتمد بالله. على هي موجوده فين بالظبط؟ هل هي تحت العضلات؟ هل هي موجوده في الجلد؟ هل هي موجوده في النسيج الاساسي بتاع بتاع الجلد؟ هو التخصص يحدد كده. تمام. فدي لازم تتشخص، لان احنا ليها انواع كتير جدا وبناء عليه بنحدد طريقه. ممكن يكون كالازيون مثلا او ممكن يبقى كيس دهني، ممكن يبقى عندنا في اكياس كتير جدا بتبقى موجوده في العضلات. طب معانا كمان شكرا لاتصالك يا حبيبي، وان شاء الله ده طبعا تخصص عيون، هتروح لدكتور عيون مش دكتور جراحه عامه. معانا ام اسامه من المنيا، اتفضلي يا ام اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست الكل، اهلا بيك. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. يا رب. لو سمحت انا من في 2010 بصيت لقيت عينيا من بره ما بشوفش بيها، يعني من بره الجزء اللي من بره. فطبعا رحت لدكاتره كتير وبتاع، فقالوا لي اعملي، عملت جميع اشعات العيون، قالوا لي العيون ما فيهاش اي مشاكل، فيعملي على المخ. عملت رنين على المخ، عملت اشعه الغده النخاميه على المخ وكله برضو رنين، عملت على شرايين المخ، ما فيش اي مشاكل في كل ده.
الموضوع بيتطور يعني بيزيد. هو من 2010. طيب انا هسال من 2010 هسال حضرتك سؤال. يعني حضرتك عينيك الاثنين يعني من الجنب اليمين حضرتك من الشايفه ومن الجنب الشمال من شايف مش شايفه ولا ناحيه واحده بس؟ يعني لا انا بدات بالجنب الشمال. يعني بدات بالجنب الشمال كله مش باين. الجزء اللي من بره من الجنب الشمال. تمام. بعديها في يمكن اسبوع بدات في اليمين. طبعا الموضوع بدا يزيد يعني كانت حاجه بسيطه. تمام. يعني مش شايفه حاجه بسيطه. تمام. شكرا يا ام اسامه. طيب يعني نشكرك يا ام اسامه واسمع الاجابه من الدكتور احمد مع قدامنا دي. طيب هي طبعا دي محتاج طبعا مش ممكن يكون في عندي مجال الرؤيه بتاعي متغير بالشكل ده وان انا مش قادر اوصل للتشخيص. لازم في الاشعاعات مش شرط يكون حاجات باينه في الاشعه الرنين لكن ممكن في مجال الابصار لازم هيكون باين حاجه هنتوقع ايه اللي موجود ونقدر نبحث فيه بسرعه. ممكن يكون عندنا مرض من امراض المناعه وده بيأثر على الخلايا العصبيه مش شرط يبان في الرنين كويس لكن ممكن بنعمل له شويه تحاليل معينه كده من امراض المناعه ونقدر نوصل للتشخيص. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور احمد جمعه المهدي استاذ طب العيون بجامعه الازهر نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي. ونختم للساده المشاهدين في برنامجنا الجميل استاذ في الطب طبعا لا املك الا ان اقول لكم سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انتظرونا ان شاء الله الاثنين القادم في برنامج استاذ في الطب مع ضيفتنا الأستاذ الدكتورة هالة عميد كلية الطب القصر العيني. شكرا.